الجيش، درب أربيل، درب القوى الجوية مرة أخرى، ثم عاد من جديد لقيادة نادي أربيل. هنا كرة ما زالت قائمة ومحاولة وقوة هجومية ضاربة لنادي الأربيل العراقي، كما عرفنا دائما بهذه الأسماء الموجودة ذات الإمكانيات الكبيرة لمصلحة الرفاع. هنا كرة ترسل من دييغو كارفالو، البرازيلي حاول فيها، بعد ذلك كرة يسارية قوية عادت مرة أخرى، هنا فرصة من جديد ولكن الراية موجودة، وكرة خطيرة خطيرة لم تستغل فيها، الذي أشار لمساعدة بأن اللاعب لم يكن متسللا كرة الماضية. والتسديدة الماضية عموما ضاعت من سلمان عيسى. إيران بعد ذلك هنا محاولة بتأتي وفرصة ما زالت قائمة، وصلت في الجهة اليسرى، محاولة ما زالت قائمة الآن على مشارف منطقة الجزاء، والكرة بتأتي لمصلحة الرفاع، هي بالجول. الكرة الماضية فرصة قوية أتت لمصلحة الرفاع البحريني، سيطر على الكرة، شوف العرضية أتت في اللقطة الماضية، بعد ذلك تصويبة قوية صدت في الجدار البشري ومطالبة بلمسة يد على ما يبدو لمصلحة الرفاع. شوف شوف، لا ما فيها لمسة يد، ما فيها لمسة يد. سعد داود وسلطان عادل ومحمد عيد وراشد الحوطي من الجبهة اليسرى في الدفاع، بينما أربيل العراقي عفوا. هنا كرة ما زالت قائمة ترسل الأمام وفرصة بتأتي، لكن برافو الدفاع، وهنا كرة قوية، علي فايز هو من حاول في الكرة الماضية، هنا ما زالت المحاولة وخطيرة ممكن في الجول، ولكن وين لحارس المرمى جلال حسن على طول الكرة الماضية، انظر لجيلسون كيف مر، جيلسون عدى ثم الدخول الذي أتى بقوة في اللقطة الماضية. فرصة بتأتي، سعد حمد الكبير معقل النادي العربي هو الشاهد على مباراة اليوم الذي يعتبر أرض نادي أربيل، وبالتالي الكرة التي ما زالت قائمة وفرصة ما زالت مؤاتية. أربيل العراقي الذي يقدم مستوى كبير من النواحي الهجومية، لكن لدينا أيضا انطلاقة مثالية للرفاع، والدفاع يبعد الكرة، الكرة برهان صهيوني، شوف الكرة التي أتت عرضية بحرينية للرفاع البحريني، بعد ذلك أبعدها برهان صهيوني الكرة الماضية وتحولت لخارج أرضية بحول الله تعالى. وبالتالي الحديث ما زال مستمرا سواء عن هذا أو رأسية أو كانت خطيرة بينية، سنشاهد المدربين. هنا كرة ما زالت قائمة بعد ذلك، وفرصة بتأتي على طول وتبدو خطيرة الآن، خطيرة الآن، مهارة تربيل وهذه فنيات تربيل، شوف أربيل العراقي باليمين يا أربيل، الكرة الماضية وصلت عن طريق هوار ملا محمد، إن لم يسجل فإنه يصنع، الله يا هوار، هوار هوار، النكهة الحقيقية والماركة الأصلية للكرة العراقية، يبقى دائما بالفال، يفجر المفاجآت بأجمل الكرات والتمريرات، ولكن الهدف القاتل، الهدف أبعدت بعد ذلك وأرسلت مرة أخرى، وهنا كرة فيها فرصة، فيها فرصة لمصلحة نادي الرفاع. سعد العامر، تأخر سعد العامر في الكرة الماضية، تأخرت يا سعد العامر في الكرة الماضية، وكان بالإمكان أفضل مما كان حقيقة. بعد ذلك مباشرة
هنا ايضا كره خطيره خطيره وبرافو برافو محمد الماضي. كره لخارج ارضيه الملعب تحولت الى ركله ركنيه الى ركله ركنيه الان وربما ردت الفعل تاتي في الدقائق القادمه من جانب ايضا شوف 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 الكره هي لم يرد فيها ولكن كان فيها دهاء من ادواردو حقيقه دهاء من ادواردو كريه وترسل الامام بعد ذلك بالراس تبعد وصلت لحسين سلمان تلعب الكره اماميه خطيره جول 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 اخذ بصوره رائعه جدا بصوره جميله نشوف 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 لا 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 لم يكن متسللا لم يكن متسللا هدف سليم هدف سليم لمحمد دعيش وبالتالي يسجل هدف التعديل والله وحلوت المباراه والله وحلوت المباراه بالفعل يرد ردا جميلا نادي الرفاع وبالتالي الدخول نعم كان مستحقا الطرد مستحق الخطأ واضح الدخول قوي وبالتالي نعم قرار سليم في اللقطة الماضية محمد إدعيج لمصلحة الرفاع البحريني إذا الشوط الثاني أيها السادة المشاهدون الأعزاء أو في بي إن سبورت في كل مكان وهنا لدينا صافرة مرعي العواجي وبعد ذلك كرة بترسل وبالنادي الرفاع يغرد بعيدا يغرد وحيدا وهذا الشيء الذي يجب أن يكون خلاف حاضر وهنا كرة أبعدت بعد ذلك كرة ما زالت قائمة فرصة بتأتي أوه أوه مرت الكرة الماضية وعدت الكرة الماضية وبعد ذلك شوف 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 الكرة التي مرت وعدت نعم وبالتالي تحولت حاضرة بعد ذلك هنا ايضا محاولة ما زالت قائمة خطيرة لكن برافو حارس ببراعة كبيرة جدا ببراعة كبيرة جدا شوف ادواردو عندما مر وعبر ثم مرر كرة وصلت يمينية عن طريق لاعب جيلسون ثم ايضا كلمة لجلال حسن الذي ابعد الكرة الماضية الكرة التي تحولت هنا الكرة ما زالت قائمة ادواردو يحاول يصل في منطقة الجزاء يمرر ولكن لا متابعة بدأ وصول بالفعل هنا الكرة الماضية ظهور ناجح في اللقطة الماضية ظهور ناجح في اللقطة الماضية بشكل جميل جدا الكرة ما زالت قائمة وحاضرة الكرة ما زالت أيضا وصلت من جديد هذه لمصلحة الرفاع البحريني والكرة بعد ذلك عن طريق حسين سلمان يلعب كرة خطيرة ولكن أيضا ويد خارج أرضية الملعب سعد العامر في هذه المرة لا ألوم حقيقة الرجل الروماني فلورين
لتحسف. الله على الأيام يا هوار، الأيام التي كان فيها هوار مزعجا لكل مدافع يقابله ويواجهه، وبالتالي الأيام دول، الأيام تمضي وتدور، وكبر السن نوعا ما يجعل هوار يفقد الشيء الكبير من إمكانياته وقيمته، لكن يبقى لديه أيضا من القيمة التي تجعله يا سعد العامر، يا سعد العامر، على الكرة التي مرت ولت بجوار القائم الأيسر لركلة مرمى، انظر إدواردو ثم بعد ذلك العرضية، يا ساتر يا الله على كرة القدم، كيف كانت قاب قوسين وأقل من ذلك بأن تكون في الشباك، والكرة بعد ذلك لإدواردو، إدواردو يعمل يشتغل يقدم، هنا كرة ما زالت محاولة ترسل أمامية وصلت في الصورة الجميلة المناسبة، ولكن تأخر في محاولة المرور، ولكن وين جول جول الرفا العنيد سعد العامر، العنيد سعد العامر، عنيد الولد عنيد، البحريني عنيد، ويسجل الهدف الثاني. شوف الكرة اليسارية أتت بواقعية من أجمل أيمن الهاجري، مرت وبعد ذلك لا 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 لا, لا, لا. هي برأسية برهان صهيوني في مرماه، لكن نتيجة مضايقة حقيقة من جانب اللاعب سعد العامر. كرة كرة من برهان صهيوني برأس برهان صهيوني، وفرحة كبيرة. الله، فريق يمتلك إمكانيات كبيرة حقيقة، الفريق العراقي أربيل، والفريق الذي عرف أيضا بقوته الضاربة الهجومية، وبالتالي عندما تتقدم على أربيل وكان أربيل ناقص العدد فهذا شيء جميل، وخارج أرضك الحديث عن الرفاع يكون متصدر المجموعة بعد ذلك يلعب مباراة على أرضه، وبالتالي يكون دافع لكي يكون أول أو المتصدر على رأس المجموعة، بعد ذلك يمشي خطوة خطوة إلى أن يصل إلى الأدوار المتقدمة والمراكز المتقدمة. هذا ما نتمنى للرفاع، هذا ما نتمنى لكل الأندية العربية، وبالتالي كرة فيها يسارية مرت لخارج أرضية الملعب، لخارج أرضية الملعب الكرة الماضية وعدت. هنا ما زالت الكرة، والمحاولة هي الماضية، والكرة الماضية بعد ذلك في الجبهة اليسرى لمصلحة نادي الرفاع البحريني، لمصلحة إدواردو الآن، وكرة تمشي بينية، برافو برافو إدواردو، يا رجل يا رجل يا أجري، سقط على أرضية الملعب. اللقطة الماضية والهدف الذي سجل نتيجة ضغط من جانب اللاعب سعد العامر. دقيقة
المحاولة بعد ذلك، لكن في ملعب الرفاع هناك في مملكة البحرين. الكرة ما زالت قائمة الآن. الرفاع البحريني، وبالتالي الرفاع أصبح الآن هو في الوضعية الأفضل. وإلى هنا